الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: تخير جميل القول واحذر قبيحه، فإنك بالأقوال تشقى وتسعد. نعم، يقول الله عز وجل: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. ليه يا رب؟ إن الشيطان ينزغ بينهم، فأعظم المخاصمات وأعظم أسباب المخاصمات التي نراها في المحاكم وغيرها، إنما سببها أو من أسبابها نقول سوء الكلام، سوء الكلام. ولو أحسن المتخاصمان الكلام فيما بينهما فإنهما سيصطلحان. وقال الله عز وجل: وقولوا للناس حسنا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكلمة الطيبة إيش؟ صدقة. ويقول في حديث عدي بن حاتم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق، والحديث في البخاري فيما أظن، والله أعلم، حديث في البخاري: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تكن فبكلمة طيبة. وقد سأل أبو شريح النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أخبرني بشيء يوجب لي الجنة. فقال: طيب الكلام وإفشاء السلام وإطعام الطعام. رواه ابن حبان. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقول: لولا ثلاث لما أحببت الدنيا، لولا ثلاث لما أحببت الدنيا. طيب ما هي؟ قال: لولا أن أسير في سبيل الله عز وجل، هذه واحدة. الثانية: أو يغبر جبيني في السجود بين يدي الله عز وجل. الثالثة: أو أقاعد قوما ينتقون أطيب الكلام كما ينتقى أطيب الثمر. إن لم يكن ذلك لأحببت أن أكون قد لحقت بالله عز وجل. فإذن إذا خاطبت إخوانك المؤمنين فتخير أجمل الكلام ودع عنك قبيحه، فإن المؤمن ليس بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش البذيء.